السلام عليكم. نضيف على قناة ديال العزيزة محمدية بريس. لا عاود راه كلشي راه ما لنا ما عندي عندي سبعة الإعلام نقول صح الإعلام المحلي نعاودوا من جديد. أولا السلام عليكم، معكم الفنان السفاج بشعيب. أنا سعيد بالتواجد ديال واحد المجموعة ديال الإعلاميين أبناء مدينة المحمدية الغيورين على هذه الأرض السعيدة. أما بالنسبة للكلمة ديالي بالنسبة للامتحان، القوة ديال الشعوب هي الاجتهاد ديال المواطنين وديال الأبناء ديال المواطنين أو المواطن ككل، كتعطينا شعوب قوية. أما باش نبنيو شعوب على النقيل وعلى باك صاحبي وعلى الوجهيات وعلى نوريو الدري، كيخرج عندنا واحد شعب ضعيف. الإنسان اللي كيحل عينيه كيعتمد على راسه وعلى الله سبحانه وتعالى والاجتهادات ديالو، كيبلغ المقصود ديالو، يعني على كيف خلاو المصريين على داير من الليم. مي باش ندوزو شد انا الشهاده ديالي بطرق اللي هي غير معقوله او غير مشروعه، فما واش معقول كيخرج الانسان. ها هو هذا الانسان اللي نقل هنا ونقل في الشهاده الاخرى ونقل حتى الدكتوره ديالو ونقل ودار كله نقيل، غادي يدير عمليه او غادي يقوم بواحد الواجب ديالو. ماشي هو هذاك، ماشي بالإنسان اللي هو قال لك من جدة وجد، يعني اللي بالدراع ديالو جابها، قرا اجتهد سهر الليل كذا. وكنقولوا حنا واحد المثال شعبي عندنا مغربي، كنقولوا جدري يا صغري على كبري. الإنسان اللي كيقرا من نيته وكيراجع من نيته وكيوصل لواحد المستوى اللي هو زوين، مي اللي كيكون بالنقيل وبطرق اللي هي يعني ملتويه هكا، فهاد القضية أنا ما كنحب دا شيء. وكنتمنى النجاح لجميع اللي مرشحين لهذا الامتحان ديال البكالوريا، لا من فتيات ولا من شباب تبارك الله. وشكرا للمجلات اللي حاضرين معايا هنايا، وتحية لكم وبركة واشتركم راه العيد قريب. إذا موضوع آخر كنعرفوك ما كتحسب بالرياضة، واحد اللاعب رجاوي اللي قال أن شباب المحمدية هي صغيرة اللي هو الناهيري، أش غتقول لنا عليه؟ الرياضة هي أولا الأخلاق، الرياضة هي تكوين، هي تربية. احنا باقيين كنهضروا على التربية. مع احترامي لهذا اللاعب هذا، سمعتي التصريح؟ سمعته وشفت بعض المشاهد اللي ما كت لا تصر، ولكن الإنسان اللي كي يقول كلام فرقة أخرى وكذا ماشي معقول هذا. باش ترد عليه؟ الشباب ما عمرها كانت صغيرة، الشباب من الفرق العتيدة والعريقة في المغرب اللي عطات واحد المجموعة ديال الأبطال ديال الكويرية ديال بصح. وحنا فخر لنا أننا المحمدية هي كانت أول بلد عربي ولا لاعب عربي كيحصل على الكرة الذهبية الإفريقية، اللي كيحصل لنا الشرف ان الحاج احمد فراس وواحد المجموعه ديال اللعبه. الشباب بالعكس، الشباب كانت كتخلع، الشباب كنا كنغلبوا فرق اللي هي عتيده واللي هي دابا كتحتز المراكز الاولى، كنغلبوهم تما. وهذه ماشي كذوب، هذا تاريخ. كنغلبوهم في وسط الجمهور ديالهم وفي قاع المدن ديالهم. الشباب فرقه عتيده والتاريخ ديالها كيشهد ليها بهذا الشيء. انما السيد اللي قال هذه الكلمه باش ترد عليه بواحد الطريقه طريفه، ما طريفه هو الله يهديه. انا ما كنخسرش الهضره لانني كنحترم الرياضيين، ولكني الى قال في المحمديه هذه الكلمه يعاود يراجع النفس ديالو ويقدم واحد الاعتذار ويكون بروح رياضيه. ما نمشوش بعيد، لا هو خسر الهضره حنا نردوا عليه بتخسر الهضره وهكذا. لا، خص دائما الا كان واحد ما عنده عقل نكون انا بعقلي. انا كيبان لي التكوين ديالي والتربيه ديالي كتقول لي هذا الكلام اللي كنقول. انت عايرتيني نرد عليك انا كذا، حنا وصلنا للهاي. لا، الا انت خسرتي الهضره ممكن انا راه عمر بن الخطاب داو شي عرب ومشاو لواحد عند الفرس قال لهم دخلوهم الاسلام، قالوا لي كيفاش؟ شديعون غوتوا ولا؟ قال لهم لا، بالاخلاق ديالكم، بالتصرفات ديالكم، بالمعامله ديالكم. ملي غيشوفوا فيكم وصلوا معكم لواحد المساله ديال الثقه راه غيامنوا. حنا شعب منظم،
رغم كيد الكائدين ورغم بعض المناوشات اللي كيوقعوا في بعض الملاعب الرياضيه وبعض بنادم كيخرج على الصبر ديالو. اي انا كنحب هذا الفريق ولكن ما نتسببش لهذا الفريق في التوقيف ديالو ولا في خطيه تجيه ولا في يحرموا الجمهور ما يدخلش. مثلا بحال هذاك الماتش اللي داز ديال ما بين الوداد والرجاء والمركب فارغ ما فيه حتى واحد ماشي عيب. هذه راه خساره اولا للمتفرج، ثانيا للصندوق المداخيل هذاك الفريق. يعني داك الحماس اللي كيكون في اللعابه ملي كيكون الجمهور، عاوتاني اللاعب ملي كيكون بحال هكا نفس المشكل عندنا في الميدان الفني ديالنا. الا دخلت المسرح ما فيه حتى واحد، ديك لاشالور ديك السخونيه اللي غادا تجيني ونكون ما كايناش، لان الجمهور كيلعب واحد الدور كبير. راه ما بقاش هو ديك اللاعب 12 ولا اللاعب 13، لا الجمهور ولا هو اللاعب رقم واحد. نعم اللي يعني الا كان دخلت انا وكتسمع التصفيق وتشجيع والله يحفظكم. الكلام اللي كيتقال يعني كيخرج لاعب كيخرج واحد الشخص معين كيختصر الهضره او كيدير يعني كلام بحال ساقط، واش ما كتشوفوش بانه هو من بين الاسباب ديال الشغف ديال الملاعب؟ فعلا فعلا السؤال ديالك في محله، راك عطيتي الجواب. هاد الخرجات اللي هي مفلعصه بهذه الطريقه، الا سمحوا لي على هذا المصطلح اللي قلت، كتخلق سميتو زيد عليها داك الشيء ديال الفيسبوك وكذا وديك كيشحنوا الجمهور حتى كيصدقوا واقعين جرائم واقعين. تبارك الله عليكم وتنشكركم وعيد مبارك. شكرا.